وقفت مضيفتان في المطبخ تبتسمان لبعضهما البعض بينما تستعد الطائرة للإقلاع. عادة ما يكون هذا وقتا حافلا، إذ يتعين عليهن إدخال الركاب وإرشادهم إلى مقاعدهم، ومع ذلك إنه وقت للمرح، لأن رحلة هذه المرة رحلة أشباح، أي خالية من الركاب. إذا تساءلت يوما عن المخالفات التي قد يفعلها أفراد الطاقم في الرحلات الخالية، فأنت على وشك معرفة ذلك. أخذت كل منهما صينية تقديم، ليس لإعداد أو تقديم الطعام، وتوجهت كل منهما إلى ممر مختلف. حان وقت ركمجة في ممر الطائرة. تدور المحركات بينما تنطلق الطائرة من صالة الوصول إلى بداية المدرج المخصص لها. تضع المضيفتان الصينيتين على الأرض وتقفان عليهما. تتشبث كل منهما بأحد المقاعد في انتظار إقلاع الطائرة. تضحك المضيفتان بينما تتسارع الطائرة، وفي وقت قصير تندفع الطائرة بسرعة على المدرج. عندما ترتفع في الهواء تميل من الداخل، فتترك المضيفتان المقاعد، ومع استمرار تزايد سرعة الطائرة تزداد سرعتهما أيضا، فتنزلقان في الممر. تتوقف حركة المضيفة الأولى عند الصف الثامن، بينما تستمر الثانية حتى نهاية الممر. رقم قياسي لها، الانتصار أمر رائع. مع أن هذا يبدو مبالغا فيه، إلا أنه وفقا لمدرب السلامة في منتدى كورا للسفر، فإن ركمجة في ممرات الطائرات أمر حقيقي. قد يتخذ ضعاف القلوب الخيار الأسهل بالجلوس على الصينيات بدلا من الوقوف. يمكن إطلاق العنان لخيالك لتخيل الأشياء الممنوعة التي قد يفعلونها، المشي في الرواق، الانزلاق مع العربة في الممر، القفز وغيرها. قد يحضرون مع زملائهم سينما جوية أو ملهى ليليا أو حفلات كاريوكي على متن الطائرة. إذا كنت مضيفة طيران ويريد طاقمك الاحتفال، عليك اختيار أغنية على شاشة المقعد وحمل ميكروفون نداء. ها هم زملائك ينتظرون. لا يوجد ركاب حولك لمشاهدة رقصك، يمكنك فعل أي شيء، حدودك هي عنان السماء. سجل أحد أفراد الطاقم مقطعا رائجا أثناء الغناء في ممر طائرة خالية. شاهد الملايين هذا المقطع الطريف والغريب. من المؤسف عدم وجود ركاب حينها، كان ذلك سيكون ممتعا للغاية. قال بعضهم أيضا إنهم تناولوا طعاما مخصصا للركاب، ومع ذلك فإن أي شخص يعترف بفعلته أو يضبط أثناءها قد يفصل فورا، حتى إذا حقق رقما قياسيا جديدا في الركمجة. قد تتساءل عن سبب رحلات الأشباح في الأساس. هناك الكثير من الأسباب. في أوروبا ينبغي على شركات الطيران الوفاء بالتزاماتها ومواصلة الرحلات، حتى لو لم يكن هناك ركاب على متنها. توجد تشريعات مماثلة في الولايات المتحدة. توجد فواصل زمنية تسمح للطائرات بالإقلاع والهبوط، وتعتمد المفوضية الأوروبية قاعدة استخدمها أو افقدها. إذا لم تلتزم شركات الطيران بنسبة 80% على الأقل من الوقت، فإنها تخاطر بفقدان مقاعدها في المنافسة. كذلك لا يمكن ترك الطائرة في المطار خلال الليل مثلما تترك سيارتك. تحتاج الطائرة أحياناً لأن تكون جاهزة للتخزين والإرسال إلى مكان معين. في بعض الحالات واصلت شركات الطيران رحلاتها واستخدمت طائرات الركاب لشحن البضائع. هذا النوع من التفكير الاستباقي أنقذ الوضع المالي لبعض الشركات. عندما تسمع مصطلح رحلات أشباح فربما تفكر في شيء أكثر رعبا بقليل، كما في أفلام الرعب، وفي الواقع قد تكون محقا. هناك رحلات أشباح حقيقية وموثقة. في عام 1943 اختفت طائرة خرجت في مهمة قتالية بعد غارة على نابولي. عثر على الحطام في ليبيا، لكن ليس قبل 15 عاما ولم يعثر على أي من أفراد الطاقم. في العام التالي عثرت رحلة استكشافية ثانية إلى موقع الحطام على ماء عذب بما يكفي للشرب، وقهوة لا تزال محتفظة بنكهتها، وأجهزة راديو وبنادق آلية في حالة جيدة، وذهل الجميع بشدة. إنه لغز رحلة أشباح. لكن بالنسبة لمعظم مضيفات الطيران فإن تجاربهن اليومية على متن الطائرات الخالية ليست مخيفة أو ممتعة مثل ركمجة الممر التي تحدثنا عنها. إنهن مشغولات للغاية. تهبط الطائرة العادية ويغادر الركاب تاركين وراءهم فوضى عارمة. لا يلتزم الجميع بالترتيب مثلك ومثلي. في هذه المرحلة يتسابق عمال النظافة على الطائرة وينظفون الأرضيات ويجمعون القمامة ويمسحون جميع الأسطح حتى يتمتع الركاب التابعون بمكان نظيف ومثالي. يجب أن يعمل عمال النظافة بسرعة إذ أن وقتهم محدود. يجب أن تكون الطائرة جاهزة للإقلاع مرة أخرى خلال أقل من 80 دقيقة، وأحيانا أقل بكثير، وذلك وفقا لنوع الطائرة. يطلق على هذه المرحلة اسم شحن وتفريغ الطائرة.
كلما طالت مدة بقاء الطائرة على المدرج قلت أرباح شركة الطيران. تريد الشركات أن يكون وقت شحن وتفريغ الطائرة قصيرا قدر الإمكان، ففي النهاية الوقت هو المال. أثناء تنظيف الطائرة يعيد المضيفون الأرضيون تزويد الطائرة بالوقود. يتطلب الأمر عدة آلاف من الجالونات وفقا لحجم الطائرة ووزنها وطول رحلة الأساسية. دون انتظار انتهاء طاقم التنظيف من عملهم، يدخل طاقم تقديم الطعام إلى الطائرة. يتعين على الجميع العمل في وقت واحد، إذ تخزن الوجبات في مطبخ الطائرة. يجب أن تتطابق الوجبات المخصصة مع عدد الركاب على الأقل في الرحلة القريبة. أي إصلاحات بسيطة مثل إصلاح مقعد ممزق يجب أن تؤجل حتى تتوقف الطائرة لمدة أطول. مع استمرار تنظيم الفوضى، يفرغ موظف المطار الأمتعة أثناء وصول الأمتعة الجديدة. قد يكون نقل الأمتعة إلى سير نقل الحقائب من مهم مناولات الشحنات الأكثر تعقيداً. لا توجد مساحة كافية، وأحياناً يتعين على الموظف الانحناء لإنجاز هذه المهمة. يتطلب الأمر الكثير من القوة والمهارة بينما يمر الوقت. ينهمك المضيفات والمضيفون في العمل. يتعين عليهم التأكد من أن طاقم تقديم الطعام قد وضع الوجبات والمشروبات المخصصة للرحلة التالية في أماكنها المناسبة. يتحققون من وجود كل شيء ويستعدون لاستقبال المسافرين القادمين. يمرنون عضلات وجوههم، وسرعان ما يضعون تلك الابتسامة التي لا تفارق وجوههم، ويستمرون في إلقاء التحية طوال الوقت. رغم تعاملهم الودود طوال الوقت، يتعين عليهم التعامل مع جميع أنواع السلوكيات والتي قد تختبر صبر حتى أكثرهم تماسكا وثباتا. وفقا لقائمة تتضمن 17 سلوكا جرى رصده على مر السنوات، سيقدم المضيفون الجويون التوصيات التالية للمسافرين. تحيي المضيفات كل راكب عند باب الصعود. قد تلقي التحية أكثر من 200 مرة على التوالي في بعض الرحلات. هل رددت التحية من فضلك؟ يسعدهن تقديم المساعدة ويطلبن من الركاب ضغط الجرس عند الضرورة فقط. تجمع المضيفات المهملات في أوقات محددة وترتدين القفازات وتفضلن عدم الاستعجال جيئة وذهابا. ينزعج معظم الأشخاص عندما يخلع الركاب أحذيتهم. يرجى التأكد من حمل زوج نظيف من الجوارب. إذا كنت جالسا في الصف المجاور لمخرج الطوارئ، فيرجى عدم وضع أي أمتعة أسفل المقعد أمامك، لأنها قد تقطع الطريق إذا احتاجت المضيفات مثلا إلى استخدام مزلقات الإخلاء المطاطية على نحو طارئ. يعرف الجميع قاعدة إغلاق الهاتف المحمول، لكن لا يعرف كلهم السبب في ذلك. لنفترض أن جميع الركاب شغلوا هواتفهم. في هذه الحالة قد يحدث تشويش على نظام الملاحة في الطائرة بسبب المجالات الكهرومغناطيسية عالية التردد الصادرة عن الهواتف المحمولة، مما قد يتسبب في مؤشرات غير صحيحة. هناك فرصة لأن يتخذ الطيار قرارا خطأ بشأن الهبوط، لا سيما إن كان الطقس سيئا. يوصي أفراد الطاقم بتثبيت حزام الأمان طوال الرحلة حتى عند عدم إضاءة إشارة ربط الحزام. فقد تهتز الطائرة بشدة على نحو مفاجئ بسبب المطبات الهوائية، وقد تنخفض الطائرة بمقدار 270 مترا. يمكنك إرخاء حزامك لتشعر بالراحة، وهكذا ستكون المضيفات سعيدات لأنك في أمان. الطائرة مكان مغلق، لذا قد يدخل بعض المسافرين لا شعوريا، في خلاف غريزي للبروز بين الحشد. يرجى التذكر أن هذا الوضع مؤقت، وأنه يجب التعامل مع الآخرين باحترام والحفاظ على استقامة مقعدك أثناء تقديم الطعام أو عندما يصل الراكب الذي يجلس خلفك إلى مقعده. قد يرتدي المسافرون سماعاتهم بينما يتحدثون مع مضيفة الطيران. قد تسأل المضيفة الراكبة عما إذا كان يريد بعض المرطبات، فتجده يحدق بنظرة خاوية دون رد. هل نزعت سماعاتك قبل التحدث مع المضيفة؟ التالي يحدث دائما عندما تشيك الطائرة على الإقلاع. راكب مستعجل يقرر الذهاب إلى المرحاض. يتعلق الأمر باختيار التوقيت الجيد، إذ يفضل ألا يكون ذلك بينما تندفع الطائرة على المدرج بسرعتها القصوى. يرجى الانتظار حتى تنتهي مرحلة الإقلاع، لأن المشوار قد يكون خطيرا. مع أن وظيفتهم مرهقة، من حسن حظنا أن المضيفات والمضيفين يتحلون بالصبر واللطف والود. يواصل طاقم الطائرة العمل بغض النظر عن مدى شعور أفراده بالتعب. قد تكون الرحلات الدولية تحديدا طويلة ومرهقة للغاية. إذن من الذي سيعتب عليهم إذا وجدوا أنفسهم في رحلة أشباح وقرروا ركماجة في الممر مع القليل من التسلية الممتعة؟ وأنت، ما المخالفات التي قد ترتكبها إذا وجدت نفسك في رحلة خالية من الركاب؟ هل تريد معرفة الشكل الذي قد يبدو عليه الطيران في المستقبل؟ إذن أنت في المكان الصحيح.
أسرة بطابقين في الدرجة الاقتصادية يمكن الاستلقاء عليها، ومركبات طائرة عمودية، ووجبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. اربطوا أحزمة الأمان وهيا نبدأ رحلتنا. لكن أولاً أريد أن أسألك، هل سمعت من قبل عن جوائز كريستال كابين؟ أوه، إنها مثل جوائز الأوسكار لكنها للتصميم الداخلي للطائرات. وهنا بعض من أحدث الفائزين. تعرف على سكاي نست، السرير الذي يمكن للمسافرين الاستلقاء عليه في الدرجات الاقتصادية. من المفترض أن يتم استخدام هذه الأسرة في الرحلات الجوية الطويلة. يعتمد التصميم على حجرة النوم الموجودة في منتصف الطائرة، ويمكنك حجز فترة زمنية مدتها 4 ساعات إذا كنت تريد أخذ قيلولة حقيقية أثناء رحلتك. والأخبار الجيدة هي أنه من المرجح أن يتم إتاحة هذا التصميم في العام المقبل. أثناء السفر في الدرجة الاقتصادية الممتازة في رحلات طويلة، ستتمكن من استخدام تصميم أكثر ذكاءً للمقاعد. إنه يتضمن مقاعد أوسع ومساند للذراعين، مما يعني عدم القتال من أجل الحصول على مساحة أوسع مع الركاب المجاورين. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك صفوف مرنة بالكامل مع وسائد يمكن رفعها، مما يؤدي إلى إنشاء أسرة مسطحة. وعدت مجموعة لوفت هانزا بأن الركاب المتميزين سيتمكنون من حجز أجنحة بها أسرة مزدوجة، والسفر على مقاعد قابلة للتحكم في درجة دفئها أو برودتها. كما ترون، تعمل شركات الطيران هذه الأيام بجدية على تصميمات جديدة لكبائن الطائرات، وقد يؤثر ذلك على مستقبل السفر الجوي بأكمله. وفي الوقت الحالي تركز الشركات على تجربة المسافرين داخل الطائرة، ونتيجة لذلك لدينا بعض المنتجات المذهلة: أجنحة الدرجة الأولى في الخطوط الجوية السنغافورية أو مقصورة لا بريمير، والتي يعتقد أنها ستصبح واحدة من أفضل مقصورات الدرجة الأولى في الطائرات. سيحتوي على أجنحة مجهزة بأرائك وكراسي منفصلة، وسيحتوي كل جناح على 5 نوافذ على طول جدار الكابينة، وهذا سيجعله أطول جناح من الدرجة الأولى في العالم. ولكن بعد ذلك تجاوزتها شركة إيرباص وسجلت براءة اختراع لفكرة تجربة طيران أكثر تفاعلية، خاصة لأولئك الركاب المحظوظين الذين يشغلون مقاعد بجوار النوافذ. بمساعدة معدات تتبع العينين، قد تتمكن الطائرات من معرفة الأشياء المهمة التي تنظر إليها، وتزويدك بمعلومات تفصيلية عنها تظهر على شاشة شبه شفافة على النافذة. توضح براءة الاختراع أيضاً أنه يمكنك إرسال البيانات إلى الأجهزة المتصلة عبر خاصية بلوتوث أو واي فاي. بهذه الطريقة ستصبح عملية الإقلاع والهبوط أكثر إثارة، وستكون قادراً على الحصول على معلومات حول البلاد أو المدن الجديدة. الخطوط الجوية القطرية بدورها جاءت بفكرة كيو سوتس. يبدو الأمر كما يلي: على الجانبين لديك أجنحة فردية، بينما يمكن تعديل الجزء الأوسط. يمكنك اختيار الحصول على جناح مزدوج للسفر مع شريك حياتك، أو يمكنك الحصول على بعض من المساحة الخاصة، أو حتى تحريك الجدران وتحويل المكان إلى جناح رباعي يمكنك استخدامه لعقد اجتماع. قد تكون هناك أيضاً بعض التحسينات في الدرجة الاقتصادية، من المؤكد أنها ستوفر المزيد من الراحة خاصة في الرحلات الطويلة. قدمت شركة تدعى زودياك سيتس براءة اختراع تعتمد على تصميم متعرج للمقاعد. انظر إلى هذا الممر الذي يحتوي على 3 أو 4 مقاعد، كل منها في الاتجاه المعاكس للآخر، وهذا يتيح مساحة أكبر للكتفين مقارنة بالمقاعد العادية. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الركاب بمساحة كبيرة للأرجل. نعم، قد يشعر بعض الأشخاص بعدم الارتياح بعض الشيء عندما يضطرون إلى الجلوس في وجه راكب آخر لأكثر من 8 ساعات متواصلة، لكن ألا تستحق هذه التحسينات في المساحة كل هذا العناء؟ الآن ربما تعلم أن التنقل في المقصورة أثناء قيام المضيفات بتقديم الوجبات والمشروبات أمر صعب نوعا ما. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك تناول الطعام في وقت محدد مع الجميع، أو إذا لم تكن تشعر بالجوع فلن تتناول الوجبة أبدا. حسنا، قد تكون الروبوتات هي الحل. اقترحت إحدى الشركات استخدام كبسولات ذات حجم مثالي يمكن تحريكها على طول الطريق في منتصف الممر لتوصيل المشروبات والأطعمة التي يطلبها الركاب. بهذه الطريقة يمكنك الحصول على وجبتك في الوقت المناسب لك دون مغادرة مقعدك. من المرجح أن يقدم هذا الابتكار الحل لمشكلات خدمة الوجبات، والأفضل من ذلك أنه قد يسمح بعدد أقل من المطابخ في الطائرات الكبيرة. ولسوء الحظ، تم طرح هذه الفكرة منذ 60 عاما ولم يتم تنفيذها بعد، لذا ربما لا يكون الأمر رائعا كما يبدو. فكرة أخرى مرتبطة بخدمة الوجبات على متن الطائرة تتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي، ووفقا لمبتكريها ستقوم التكنولوجيا بتسجيل ما يتركه الركاب على صواني الطعام،
ثم تستخدم هذه البيانات لاحقا لاقتراح خطط تقديم الطعام المختلفة على الرحلات الجوية اللاحقة. الآن على الرغم من أن هذه الابتكارات تبدو وكأنها ستجعل السفر أكثر راحة، إلا أنها ليست ثورية تماما. لكن انظر إلى هذه الابتكارات، طائرات الإقلاع والهبوط العمودي. يعمل مفهوم مقصورة التاكسي الجوي من هيونداي ترانسيس على تحسين المساحة وإعطاء الأولوية لخصوصيتك في مقصورة مشتركة. إذا تحدثنا عن الرحلات الجوية القصيرة، فهناك سيتي إيرباس نيكست جان. إنها مركبة كهربائية بالكامل ذات إقلاع وهبوط عمودي مع 4 مقاعد تعتمد على مفهوم ليفت أند كروز. يمكن أن تعمل في نطاق 80 كيلومتر، وتبلغ سرعة رحلتها 119 كيلومتر في الساعة. هناك إمكانية واعدة مذهلة أخرى، وهي طائرات الركاب ذات المساعدين أو حتى الطيارين الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي. يزعم بعض الخبراء أن الطائرات من الممكن أن تطير بالاعتماد على الآلات بالكامل، ومع ذلك لا يتفق الجميع مع هذه الفكرة. الطيار الماهر هو جزء من نظام سلامة معقد يقلل من المخاطر ويحافظ على سلامة الركاب. يجب أن يكون الطيارون ملاحين وفنيين ومهندسين وخبراء في الطقس. في يوم العمل العادي يحتاج الطيار إلى التعامل مع الطاقم الأرضي وبقية طاقم الطائرة والمضيفين ومراقبة الحركة الجوية والركاب. هذا كثير، ولا تنسوا أنهم بحاجة إلى التواصل بشكل جيد، ليس فقط فيما يتعلق بالطيران، ولكن أيضا على مستوى التعامل مع الآخرين. هل سيكون الذكاء الاصطناعي قادرا على فعل الشيء نفسه؟ الوقت وحده يمكن أن يجيب على هذا السؤال. ولكن دعونا نعود إلى الأفكار الأكثر جرأة حول مستقبل السفر الجوي. يعتقد بعض الخبراء أنه في وقت ما من عام 2040 تقريبا ستتمكن من ركوب طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت. يعتقد الكثير من الناس أن عصر الطائرات الأسرع من الصوت قد انتهى في عام 2003، عندما تم سحب طائرة الكونكورد التجارية من الخدمة بعد عقود من كونها غير مربحة. ولكن يبدو أن الوضع قد يتغير قريبا. ستطير الطائرة الجديدة الأسرع من الصوت على ارتفاعات مذهلة، ومن المرجح أن تصل سرعتها إلى 6 أضعاف سرعة أي طائرة ركاب أخرى على الأقل. سيستغرق السفر من نيويورك إلى لندن في هذه الحالة أقل من 2 ساعة، بينما في الوقت الحالي تستغرق الطائرة التقليدية 8 ساعات للسفر من إحدى هاتين المدينتين إلى الأخرى. لكن هناك مشكلة واحدة، سوف تكلف تذاكر الطائرة الأسرع من الصوت الكثير. ومن الناحية الإحصائية يميل الناس إلى إعطاء الأولوية للسعر مقارنة بالسرعة، لذا لا يعتقد الخبراء أن الكثير من الناس سيكونون متحمسين لدفع $1,000,000 للانتقال من لندن إلى سيدني في 4 ساعات. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج مثل هذه الطائرات إلى الكثير من وقود الهيدروجين السائل، وهو ليس رخيصا في الوقت الحالي. بالمناسبة، قد لا تتعرف على الطائرات في عام 2050. ستستمر آلات الطيران هذه في التغير خلال العقود العديدة القادمة. وهناك احتمالات كبيرة أنه في وقت ما ستبدأ النوافذ في الاختفاء من الطائرات تماما. بهذه الطريقة ستصبح الطائرة أقوى وأكثر ملائمة للسرعات العالية. النوافذ تجعل الطائرة أثقل وزنا، مما يؤدي إلى استهلاك أكبر للوقود. لا عجب أن طائرات الشحن لا تحتوي على نوافذ. كذلك ستصبح الطائرة أكثر أناقة، ومن المرجح أن تكون مغطاة بألواح شمسية. هناك أيضا مفهوم الطائرة ذات المقصورة المصنوعة من البوليمرات الشفافة. لا أعرف رأيك، لكنني لن أركب مثل هذه الطائرة أبدا. يولد هذا لدي فوبيا الطيران. من المحتمل أنه في غضون 4 عقود سنرى طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت بمحرك نفاث يمكن أن تتحول إلى صاروخ يمكنه الطيران إلى الفضاء. سيتم حقن الأكسجين السائل في العادم، مما يحول المحرك إلى صاروخ. من شأن هذا أن يساعد الطائرة على الوصول إلى سرعات هائلة. وفي طريق العودة يتحول المحرك إلى محرك نفاث عادي مرة أخرى. تضم جبال الهيمالايا بعضا من أعلى القمم في العالم، بما فيها جبل إيفرست، لذا لا عجب أن تواجه الطائرات صعوبة في التحليق في تلك المنطقة. ولكن لماذا يحظر بالفعل على الطائرات التجارية التحليق هناك؟ في البداية يبلغ متوسط ارتفاع هذه الجبال أكثر من 6100 متر، ويبلغ ارتفاع جبل إيفرست أعلى جبل في العالم كله 8850 مترا فوق مستوى سطح البحر. المنطقة هناك وعرة ومغطاة بالثلج، ولا يوجد بها مناطق مستوية. عند الانخفاض المفاجئ في ضغط المكسورة، سيكون من الصعب حقا القيام بهبوط اضطراري نظرا لعدم وجود منطقة مستوية هناك نهائيا. عدا عن أن انخفاض الأكسجين هناك
يسبب الكثير من المطبات الجوية، وهذا غير مزعج للركاب فقط، بل ستجعل حركة الهواء العشوائية وسرعات الرياح العالية المناورة بالطائرة مهمة في غاية الصعوبة. عدد السكان في هذه المنطقة قليل أيضا، لذا لن تجد الكثير من أنظمة الرادار، والرادار ضروري لسلامة الطيران، فبدونه لن يتمكن الطيارون من التواصل مع المحطات الأرضية لمعرفة ظروف الطيران. وعلى ارتفاع عال كهذا يكون الجو شديد البرودة، مما قد يسبب تجمد الوقود. عادة ما يتجمد وقود الطائرات عند درجة سالب 45 مئوية، وقد يحدث هذا فوق قمة جبل إيفرست، حيث سجلت هناك أدنى درجة حرارة في ديسمبر 2004 عندما وصلت درجة الحرارة إلى سالب 42 درجة مئوية. وبالتالي ليس مستغربا أن يرفض الطيارون المخاطرة، خاصة على متن الرحلات التجارية. من بين المطارات القليلة الموجودة في جبال الهيمالايا، هناك مطار يعتبر الأكثر صعوبة للهبوط في العالم. تم اعتماد 8 طيارين فقط من العالم كله للقيام بهذه المهمة. يطلق عليه مطار بارو الدولي، ويقع في بوتان، وهي دولة حبيسة في جبال الهيمالايا الشرقية. في البداية الهبوط هناك خطير للغاية، لأنك تحلق حرفيا بين أعلى قمم الجبال في العالم، ناهيك عن ضرورة أن يضع هؤلاء الطيارين الثلاثة الرياح القوية بعين الاعتبار. لكن رغم كل هذه التحديات، تمكنوا من الهبوط بأمان مع أكثر من 30,000 مسافر كل عام. وإن انتقلنا إلى مسافة أبعد، لن يكون هناك رادار لتوجيه الطيارين، وبالتالي هم بحاجة إلى مناورة الطائرة يدويا بالكامل. وعلى الطيارين أيضا تتبع تحركاتهم بناء على نقاط تحقق تظهر عند اقترابهم من مدرج الهبوط. أضف إلى ذلك، لا يسمح بانطلاق الرحلات الجوية إلا خلال ساعات النهار وعندما تكون الرؤية جيدة. على هؤلاء الطيارين أيضا الانتباه إلى الأعمدة الكهربائية والأسطح الموجودة على جانب التل. هذا يعني أنهم غالبا ما يضغطون بطائراتهم بين قمم الجبال بزاوية 45 درجة قبل أن يهبطوا على المدرج بسرعة. ولا عجب أن شركتي طيران فقط تطلقان الرحلات إلى مطار بارو الدولي. بعيدا عن هؤلاء الطيارين التجاريين، هناك طيارو طائرات مروحية مدربون على الإنقاذ، قضوا معظم حياتهم المهنية في السماء على ارتفاع 6100 متر. يشاركهم في معظم الوقت متسلقون من ذوي الخبرة يتدربون على عبور نهر خومبو الجليدي، والذي يطلق عليه الميل الأكثر خطورة في العالم. يوجد هذا النهر الجليدي الضخم على الجانب الغربي من إيفرست، وهو مكون من أعمدة جليدية بارتفاع مبان من 6 طوابق ومن حفر جليدية لاقة عليها. يستغرق الانتقال من الضفة الجليدية إلى الضفة الأخرى ما بين 4 إلى 12 ساعة، ويعتمد ذلك على خبرة المتسلق. قد تعتقد أنه موقع هادئ جدا لأنك محاط حرفيا بالجليد والثلج فقط لا غير، لكن يدعي هؤلاء الخبراء المحليون العكس تماما. قال أحد المحاربين القدامى في إيفرست أن الضوضاء كانت أسوأ جزء في عملهم. يصدر الجبل أصوات صرير مروعة، وأحيانا تصدر منه أصوات تنهدات، غالبا ما يجعل الناس يشعرون وكأنه يتحدث إليهم ويحذرهم من البيئات الغادرة. جبل إيفرست ليس المنطقة الوحيدة في العالم الخالية من الطيران، والمثير للدهشة أن عالم والت ديزني جزء أيضا من هذه المناطق الحصرية. لذلك لن تتمكن من مشاهدة القلاع الخيالية الجميلة من نافذة طائرتك. ازداد مؤخرا عدد أماكن الجذب السياحي المزدحمة، بما في ذلك عالم والت ديزني، وحرصا على سلامة الزوار لا يسمح لأي طائرة بالتحليق إلا على بعد 914 مترا من ديزني لاند في كاليفورنيا أو عالم والت ديزني في فلوريدا. كان هذا الحظر مؤقتا في البداية، لكنها أصبحت قاعدة دائمة عام 2003. هناك بعض الأماكن التي يحظر الطيران فوقها لأهميتها التاريخية، مثل مدينة ماتشو بيتشو الموجودة في جبال الأنديز في بيرو.
هناك أيضا عدد كبير من الحيوانات البرية النادرة والنباتات التي تنمو فقط في هذه المنطقة، لذا لابد من توفير الحماية لها قدر الإمكان. لكن ما علاقة هذا بعدم تحليق الطائرات في الأجواء؟ يقلل هذا أولا من نسبة المواد الكيميائية الضارة في المنطقة، وثانيا إن اضطرت إحدى الطائرات للقيام بهبوط اضطراري في هذا المكان سيلحق ذلك ضررا كبيرا في المعالم الأثرية والحياة البرية. المثير للدهشة أن بإمكان الطائرات التحليق فوق البارثينون اليوناني في أثينا، لكن بشرط واحد، ألا تقترب من فوقها أكثر من 1500 متر، وتوفر الحماية للمعلم التاريخي من أي هبوط اضطراري، حيث هناك العديد من الأماكن المحيطة به المخصصة لهذا الغرض. ولا يمكنك أيضا رؤية تاج محل من نافذة الطائرة، يعتبر هذا المعلم من أهم وأجمل المنشآت المعمارية في العالم، وبالتالي هو بحاجة إلى حماية إضافية. يرجع تاريخ البناء إلى القرن 17، وقد وضعته اليونسكو عام 1983 على قائمة مواقع التراث العالمي، وحظرت السلطات الهندية الطيران فوق عام 2006. كان الهدف من ذلك حماية المبنى، وسبعة إلى ثمانية مليون شخص يزورون المكان كل عام. يشتهر قصر باكنغهام بكونه مقر إقامة الملك البريطاني، ولتوفير الحماية للملكة حظر الطيران هناك، ولا يسمح للطائرات بالتحليق فوق قلعة وينسر حرصا على حماية العائلة الملكة أيضا. ومن المباني البريطانية الأخرى الهامة الموجودة ضمن قائمة مناطق حظر الطيران 10 شارع دونينغ، المقر الرسمي لمكتب رئيس الوزراء البريطاني ومجلس النواب. لا يسمح بالتحليق فوق منزل جورج واشنطن في ماونت فيرنون بولاية فيرجينيا إلا على ارتفاع يزيد عن 460 مترا. بني القصر الخشبي التاريخي للرئيس جورج واشنطن بين عامي 1758 و1778، لكن للأسف لحقت الكثير من الأضرار بالبناء على مر السنين، لذا قررت السلطات حمايته من الاهتزازات الناجمة عن الطائرات في محاولة للحفاظ عليه بأفضل حال، فمنعت الطيران فوقه، وهذا ما جعل صور المنزل من الأعلى نادرة فعلا. تضم واشنطن مقر إقامة الرئيس الأمريكي، لذا لا يسمح بالتحليق فوقها. يوجد في واشنطن الكونغرس وغيره من المؤسسات الأخرى الهامة. لهذا السبب حددت السلطات منطقة قواعد الطيران الخاصة الممتدة ل 48 كيلومتر حول مطار رونالد ريغان الدولي. هذا يعني أنه أحد المطارات الأكثر دقة في الإقلاع والهبوط. يتعين على الطيارين التعامل بعناية مع مناطق حظر الطيران، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى إقلاع غير مريح للركاب. انخرق طيار منطقة الطيران فستكون تلك مشكلة كبيرة كتلك التي حدثت عام 2005 عندما قاد طيار الطائرة بطريق الخطأ إلى منطقة محظورة. حينها كان لابد من إخلاء الكابيتال فورا، وتوقفت الأنشطة العادية المقامة في المبنى. يوجد عواصم أخرى في العالم تضع قواعد مماثلة، ومنها بودابست. لا يسمح في عاصمة المجر للطائرات بالتحليق فوق مدينة بيست القديمة وتلال بودا. وتحظر أيضا جميع الرحلات الجوية تقريبا فوق باريس، مع بعض الاستثناءات، حيث يسمح فقط للطائرات التي تحلق على مسافة لا تقل عن 2000 متر تقريبا. ويحظر تحليق الطائرات المروحية داخل حدود المدينة، ولا يسمح سوى لبعض المروحيات التي تؤدي مهام ضرورية بعد الحصول على إذن خاص. عموما لا يسمح لطائرات الركاب بالاقتراب من جزيرة مانهاتن أيضا، ويرجع السبب في ذلك إلى كثرة المباني الشاهقة وخطر الاصطدام. لكن لعل السبب الرئيسي هو أن جميع مطارات نيويورك الرئيسية الثلاثة، مطار جون إف كينيدي الدولي ومطار نيويورك لايبرتي الدولي ومطار لاغوارديا، قريبة جدا من بعضها البعض، وبالتالي يجب التفكير جيدا بشأن حركة الطائرات في المنطقة لتجنب تقاطع مساراتها. لا يمكن للطيارين تناول وجبات الطعام ذاتها خلال العمل. تخيل أنك في رحلة جوية عبر المحيطات وتحلق الطائرة الآن فوق المحيط الهادئ،
قدمت المضيفات وجبات العشاء واستمتع الجميع بتناول المعكرونة. طعم الصلصة غريب بعض الشيء. لا بأس بذلك، ففي النهاية أنت تتناول الطعام على متن الطائرة. لا يمكن أن يكون طعامك كذاك المقدم في المطاعم الفاخرة. مر الوقت و... أوه لا، كنت محقا، كان هناك خطأ حقيقي في الطعام. ولكن إن واجه كل الركاب المشكلة نفسها سيواجهها الطيران أيضا، ولتجنب توقفهما عن العمل معا ينصح الطيارون بعدم تناول الوجبة نفسها في الوقت ذاته. في حالة كهذه إن شعر أحدهما بالإعياء سيتمكن الطيار الآخر من تولي القيادة. في الواقع هذه ليست قاعدة إلزامية وضعتها إدارة الطيران الفيدرالية، بل تضع معظم شركات الطيران قوانينها الخاصة حول هذه المسألة. تستطيع مضيفات الطيران الوصول إلى معدات مخفية كجهاز الصدمات الكهربائية وجهاز التزود بالأكسجين الإضافي وطفاية الحريق والشريط اللاصق، لكن لعل أكثر هذه المعدات غرابة هو الأصفاد. تتوفر الأصفاد على متن الطائرة لحماية الركاب من الركاب الآخرين ولحمايتهم من أنفسهم أحيانا. تبين أن لدى المضيفات كل ما يحتاجن إليه لتهدئة مثيري الشغب. تبدو النظارات الشمسية أفياتور رائعة على الطيارين في الأفلام، لكنهم في الواقع لا يرتدون نظارات مستقطبة. في البداية لهذه النظارات تأثير يحد من الوهج، مما قد يسبب بعض المشكلات في قمرة القيادة. فعلى الطيار قراءة ما تعرضه الأجهزة الموجودة في قمرة القيادات كشاشات LCD والتي ينبعث منها ضوء مستقطب، وبالتالي لا يستطيع الطيار الذي يرتدي تلك النظارات الجميلة المستقطبة قراءة ما تعرضه الشاشات بكفاءة عالية. يمنع ارتداء الطيارين لهذه النظارات لأسباب تتعلق بالسلامة لا أكثر. تخيل أن هناك وميضا من وهج الزجاج الأمامي لطائرة أخرى متجهة نحوك، لكن لم يرى الطيار الإشارة بسبب ارتدائه نظارة شمسية مستقطبة. هل سبق ولاحظت وجود ثقب في ذيل الطائرة؟ حسناً، إنه موجود في معظم الطائرات التجارية. انظر إلى الطائرة جيداً عند الصعود إليها في المرة القادمة. يطلق على هذا الثقب اسم وحدة الطاقة المساعدة. يبدو هذا الشيء من الخارج وكأنه ثقب، لكنه في الواقع محرك توربيني مخفي. في معظم الحالات تبقى وحدة الطاقة المساعدة متوقفة عن العمل طوال الرحلة ولا تعمل سوى عند بدء الطائرة في الهبوط. إنها مصدر الطاقة لأضواء المكسورة ومكيفات الهواء والأجهزة الإلكترونية الموجودة في قمرة القيادة، ولا تستهن بقوة وحدة الطاقة المساعدة، إذ يمكنها أيضا توفير الطاقة اللازمة لبدء تشغيل المحركات الرئيسية. لقد شاهدت أحد الفيديوهات المعروضة على قناة الجانب المشرق وتعرفت إلى وحدة الطاقة المساعدة التي يمكن استخدامها ككاسحة جليد مثالية، لكنك لست في حالة مزاجية جيدة لسماع الكثير من الكلام. أنت تريد أن تستقل الطائرة وتهبط في وجهتك لتبدأ إجازتك، ومن جديد ليس هناك سوى باب واحد للطائرة وأنت في نهاية الطابور. لماذا لا يكون للطائرات بشكل عام عدة أبواب؟ يشير الخبراء إلى أن المشكلة الكبرى تكمن بالمساحة الكبيرة التي يشغلها الجسر. عندما تبدأ الطائرة بتحميل الركاب من الأمام والخلف ستشغل مساحة فتحتين، وهذا ليس وضعا مثاليا للمشرفين. تميل المنصات الحديثة أو المعاد تشكيلها إلى وجود صعود مزدوج مقارنة بالمنصات القديمة. لنغير المشهد وننتقل إلى سفينة سياحية. يوجد في السفن ممرات خفية وأبواب سرية، وهذه المعلومات من أشخاص مطلعين. غالبا ما يعمل موظفو السفينة في المنطقة المخصصة لهم، لكن كيف ينتقل العامل من مكان إلى آخر دون استخدام الدرج أو الأبواب التي يستخدمها الركاب؟ يوجد في جميع أرجاء السفينة شبكة من الممرات والسلالم لا يستخدمها أحد سوى الطاقم. وعندما أقول أبواب سرية فأنا أقصد ذلك حرفيا. هذه الأبواب مدمجة مع الجدران، لذا لا يمكن أن يكتشفها من لا يعرفون بمكانها مسبقا. قد تتعثر بأحد الأبواب صدفة. إليك هذا الدليل، انتبه إلى الجدران القريبة من سلالم الضيوف. فكر بالسفن السياحية العملاقة على أنها معادن عائمة. يقودني هذا إلى حقيقة ممتعة عن مقصورة الرحلات البحرية، جدران مقصورة السفينة السياحية مغناطيسية. تخيل أنك تسافر إلى عدة بلدان على متن سفينة سياحية في رحلة مدتها شهر،
وتقوم بجمع الأشكال المغناطيسية التي ترمز إلى كل وجهة تذهب إليها لتزين بها مقصورتك. يعلم عشاق الرحلات البحرية الحقيقيون هذا السحر المغناطيسي، فتجدهم يضعون في أمتعتهم خطافات مغناطيسية. نصيحة أنيقة: استخدم الخطافات المغناطيسية لتضيف مساحة تخزين إضافية في مقصورتك، واستخدمها لتعليق الملابس والإكسسوارات أو البطاقات البريدية أو القبعات. بالحديث عن السفن، لماذا تحتوي بعض السفن والقوارب على فتحات صغيرة تطلق المياه باستمرار؟ الهدف منها الحفاظ على قاع السفينة خال من الماء. يتراكم الماء في قاع السفينة بمرور الوقت، فتضخ مضخة الماء الموجودة في قاع السفينة المياه إلى الخارج مرة أخرى. لا تملك السفن مصابيح أمامية، قد يمنع استخدام المصابيح الأمامية وقوع الحوادث، فبما أن استخدامها ناجح في السيارات، لماذا لا تستخدم في السفن؟ المصابيح الأمامية مصدر للضوء، لكن الضوء الذي يخرج منها يرتد مرة أخرى في نقطة ما عائدا إلى مصدر الضوء. وفي حالة السيارات ينجح استخدام المصابيح الأمامية لأن المنطقة التي تريد إضاءتها ضيقة، ويمكنك بسهولة اتخاذ الإجراء المناسب إن رأيت عائقا على الطريق، لكن هذا صعب في حالة السفن. يجب أن يكون مصدر الضوء قويا بما يكفي لإضاءة المنطقة التي يريد القبطان رؤيتها. فمثلا تحتاج سفن الشحن الكبيرة إلى مسافة تتجاوز 1.6 كيلومتر لتتمكن من التوقف أو اتخاذ أي إجراء. عدا عن ذلك، تخيل مقدار السطوع الذي يجب أن يكون عليه الضوء ليتمكن من إنارة المنطقة بأكملها أمام السفينة. يرى طاقم السفينة السفن الأخرى بفضل أنواع مختلفة من الأضواء تسمى أضواء الملاحة. هذه الأضواء صغيرة لكنها عملية، وترتب بطريقة موحدة لتتمكن السفن من رؤية بعضها البعض. المثير في الأمر أن فائدة هذه الأضواء لا تقتصر على جعل السفن مرئية لبعضها البعض، بل يفهم طاقم السفن أيضا حركات واتجاهات السفن الأخرى من خلال هذه الأضواء. وإليك هذا المثال: تخيل سفينة بمصباحين بحريين، أحدهما في المقدمة بارتفاع منخفض قرب سطح السفينة، والثاني على ارتفاع عال. هذا يعني أن السفينة متجهة إلى اليمين، وبالتالي يمكن للسفن الأخرى العبور بأمان دون الاصطدام بها. لا يوجد في القطارات أحزمة أمان، هذا غريب قليلا، ففي كل مرة يقع فيها حادث متعلق بالقطارات تطرح هذه المسألة. لا تستخدم أحزمة المقاعد في القطارات في جميع أنحاء العالم تقريبا، وقد أجريت دراسات عدة حول هذا الأمر. قامت بعض هذه الدراسات بخلق محاكاة للحوادث، وكانت النتائج مفاجئة. قد يؤدي استخدام حزام الأمان في القطار إلى زيادة عدد الإصابات. تعتبر أحزمة الأمان في السيارات فعالة للغاية في حماية الركاب وتستخدم دائما. السبب المنطقي لاستخدام حزام الأمان هو حماية الشخص عندما يؤدي الاصطدام إلى حدوث تباطؤ سريع، لكن القطارات تحمل معها قوة كبيرة دافعة حيث لا تتوقف بسرعة. أما في الطائرات فيستخدم الركاب حزام الأمان عند الإقلاع والهبوط وعند التعرض لاضطرابات جوية، لكن لا تحدث أشياء كهذه في القطارات، فالدخول إلى المحطة ومغادرتها ليس خطرا كبيرا. يعتقد الخبراء أن التركيز والقيام بالاستثمارات هي طرق أخرى لتحسين سلامة السكك الحديدية. أنت الآن مسافر بالقطار وتنظر من النافذة. يوجد على طول خطوط السكك الحديدية الكثير من الحصى الصغيرة التي ترافقك طوال رحلتك. تعرف هذه الحجارة باسم حصى السكك الحديدية، وتؤدي وظيفة بالغة الأهمية. إنها توفر الدعم وتحافظ على المسارات، ووجودها ليس محض صدفة. انظر الآن إلى هذه الحجارة عن كثب، ستلاحظ أنه ليس هناك حجر واحد بأطراف ناعمة، لأنها ليست حجارة عشوائية تسكب بين قضبان السكك الحديدية. يملك كل حجر منها حواف حادة ومتعرجة تتشبث ببعضها البعض، والغاية منها حماية السكك الحديدية من الارتجاجات القوية، وتسهل أيضا مهمة تصريف مياه الأمطار الغزيرة وتبقي العشب في الأسفل. والآن تخيل استبدال تلك الحصى بالحصى المستديرة. سينزلق القطار ويتفرق الحصى وتنهار مسارات السكة الحديدية. هذا آخر شيء تريد حدوثه، خاصة إن كنت على متن هذا القطار. يبدو من الغريب عدم وجود مفاتيح لتشغيل طائرات الرحلات التجارية،
لكن الأمر أكثر تعقيدا من مجرد تدويرة مفتاح، حيث تعتمد في تشغيلها على تسلسل من الأزرار والأقراص المرقمة على لوحة تحكم هي التي تطلق هذه العملية المعقدة. توفر البطارية الطاقة اللازمة للطائرة، ويتم شحنها من خلال مولد كهربائي صغير مثبت داخل ذيل الطائرة. يترفق الهواء إلى الداخل وينتقل إلى محرك الطائرة ليحافظ على برودته، ثم تقوم طاقة احتياطية بتسخين التوربينات من خلال تدويرها ببطء في البداية إلى أن تصل إلى المستوى المناسب. آنذاك يمكن تشغيل المحركات واحدا تلو الآخر. وبوجود ما يصل إلى 4 محركات على الطائرات التجارية، فقد تستغرق هذه العملية بالكامل حوالي 90 دقيقة. لا توجد مفاتيح لقفل أبواب الطائرات كذلك، لكن عندما تكون متوقفة تماما يتولى حراس الأمن مراقبتها باستمرار، وحتى إذا تمكن شخص ما من تجاوز أفراد الأمن فلن يتمكن من دخول الطائرة بسهولة. عندما تدخل إلى الطائرة تلاحظ أن الطيار يراقب عملية صعود ركاب على متن الطائرة بمنتهى الدقة. الطيار ليس مسؤولا عن مقصورة القيادة فقط، بل عن مقصورة الركاب أيضا. ولكي تصبح طيارا للرحلات التجارية ينبغي أن يكون معدل الإبصار عن بعد لديك 20/20 على الأقل، غير أن بعض شركات الطيران تسمح في بعض الأحيان للطيارين ارتداء النظارات الطبية للوصول إلى القدرات البصرية المثالية. حان وقت العثور على مقعد على متن الطائرة. لقد سجلت دخولك متأخرا، ولديك تجربة سابقة مؤسفة لم تتمكن فيها من العثور على مكان في رحلتك، وهذا لأن شركات الطيران تتعمد حجز عدد تذاكر لرحلاتها أكثر من طاقتها الاستيعابية الفعلية، تحسبا لأي عمليات إلغاء أو تخلف ركاب عن الحضور في الوقت المحدد. لذا لن تتمكن من اختيار مقعدك سلفا هذه المرة. تمر بجوار أصحاب المقاعد الأمامية وعيناك تكادان تدمعان من غبطتهم. دائما ما يعمد الناس إلى اختيار تلك المقاعد لأن الكل يرغب في مغادرة الطائرة بأسرع ما يمكن بعد هبوطها، لكن إذا كنت تفضل السلامة على المغادرة مبكرا ستكون مؤخرة الطائرة هي المكان الأنسب لك، إذ تشير التقديرات إلى أنها أكثر أمانا بنسبة 40%. هل تفضل السفر برا عن الطيران؟ احتمالية حدوث الأخطار للطائرات في الجو لا يزيد عن 1/10 مليون، بينما تصل إلى 1/5000 بالنسبة للسيارات. لقد جلست بجوار مخرج الطوارئ، ممتاز، فهنا مساحة أكبر لمد ساقيك. على مدار 30 عاما الماضية تقلصت مساحة الساقين في كل عام عن السابق لتصل إلى 12 سنتيمترا فقط عند بعض شركات الخطوط الجوية. لا، ليس طول قامتك هو السبب، بل العقلية الربحية. كلما زاد عدد الركاب في الطائرة حققت شركات الطيران مكاسب أكبر. لا تصنع شركات الطيران طائراتها وتستخدم طائرات خارجية، وبعد ذلك تحدد كل شركة طيران تنظيم مقاعد الطائرة وفقا لتقديراتها، ولهذا السبب أيضا لا تنتظم المقاعد مع النوافذ في بعض الأحيان. لا عليك من كل ذلك، لقد حصلت على أفضل مقعد. بالرغم من أن الجلوس بجوار باب الطوارئ يجلب شيئا من التوتر دائما، ماذا لو اصطدمت به وأنت نائم بالخطأ فانفتح على مصراعيه؟ اهدأ، يستحيل فتح تلك الأبواب أثناء الطيران، وذلك لأن ضغط الهواء داخل الطائرة يضغط كل سنتيمتر مربع داخل المقصورة، وعلى الباب نفسه يعادل الضغط 1.5 كيلو نيوتن للمتر المربع. لكن حتى وإن تمكنت بشكل ما من التحول إلى رجل الخارق أثناء نومك، ستظل غير قادر على فتح الباب بسبب وجود تسلسل من الأجهزة الكهربائية والميكانيكية التي تغلق الباب بإحكام. هذه التدابير الإضافية مهمة لا سيما في لحظة فتح الباب، لأن درجة حرارة المقصورة بأكملها ستنخفض بسرعة، كما أن التغيير الجذري في الضغط الجوي سيؤدي إلى إضعاف هيكل الطائرة. حان وقت الإقلاع، وطلب منكم إغلاق هواتفكم. هل ينبغي عليك فعل هذا حقا؟ اعترف 10% من الأشخاص أنهم لم يغلقوا هواتفهم قط، بل ولم يحولوها حتى إلى وضع الطيران. الهواتف المحمولة قد تتسبب في مشكلات، لكنها لا تعطل أجهزة الطائرة الإلكترونية كما قد يتصور. يتمثل الهاجس الأساسي أثناء الطيران في استقبال هاتفك إشارات لاسلكية من الأبراج الأرضية المتعددة، مما يشتت انتباه الطيار بشكل كبير. لذا دعنا نجعل مهمتهم أسهل قليلا ونغلق هواتفنا دائما. وصلت الطائرة إلى ارتفاع 12000 مترا وتشعر بانسداد أذنيك وانطفأ مصباح إشارة حزام الأمان. تسير مضيفة الطيران في الممر وهي تمد ذراعيها للخارج. في مثل هذا الممر الضيق يساعدها السير بهذه الطريقة في الحفاظ على توازنها. تحاول مضيفات الطيران تجنب إزعاج الركاب، لذا لا يستخدمن مساند رأس المقاعد، وفي حالة حدوث أي اضطراب مفاجئ توجد مقابض علوية خاصة أسفل رف الأمتعة العلوي.
تشير التقديرات إلى أن نصف مليون شخص يكونون مسافرين جواً في كل وقت وحين. لذا في الوقت الحالي أنت ضمن مجموعة خاصة تشكل 0.1% تقريباً من تعداد سكان العالم. تنظر من النافذة وتلاحظ الأجنحة البيضاء. تطلى الطائرات باللون الأبيض أو غيره من الألوان الساطعة كي تساعد في عكس أشعة الشمس، ويساعد هذا على تجنب الأضرار الناتجة عن الشمس بتقليل كمية الحرارة التي تمتصها الطائرة. بعد فترة من الطيران وعلى مسافة بعيدة تتراءى لك سحب داكنة. لا شك أن الطائرة متوجهة نحو عاصفة رعدية، ولأنها مصنوعة من المعدن فهي موصل جيد للكهرباء، أليس كذلك؟ لحسن الحظ رغم أن الطائرات مجهزة بغلاف من الألومنيوم يوصل الكهرباء جيدا، إلا أن الجوانب الداخلية للمقصورة معزولة بالكامل عن الصواعق للحفاظ على الأنظمة الكهربائية وحماية الركاب من الأذى. في الواقع الطائرة هي أكثر الأماكن أمانا خلال العواصف الرعدية. لم تسجل أي حوادث طيران كبرى بسبب العواصف الرعدية منذ ستينيات القرن الماضي. تشعر بالظمأ وتعي جيدا أنه كان عليك إحضار المياه معك. عندما تهبط الطائرة في كل مطار تعيد تعبئة خزاناتها من المياه. تعتمد جودة الماء في الطائرة على مكان تعبئة هذا السائل الحيوي المهم، وتؤثر العديد من العوامل على جودة المياه في كل مطار على حدة، حيث تكون خزانات المياه والشاحنات والعربات والخراطيم بمعايير مختلفة. في عام 2019 كشفت دراسة حول مياه الطائرات إلى أن معظم شركات الطيران لا تقدم مياه نظيفة. لذا نوصي بشكل عام بعدم الشرب إلا من زجاجة محكمة الغلق وتجنب الشاي والقهوة أيضا. أما الطعام فهو مثالي لا تشوبه شائبة. وبينما لا تزال جالسا تلاحظ أن المقصورة باردة، بل فائقة البرودة في الحقيقة. يتم ضبط درجة حرارة المقصورة على 22 درجة مئوية عن عمد لسبب وجيه. عندما يكون الركاب عرضة للإغماء يكون ذلك بسبب عدم استقبال كمية كافية من الأكسجين، وعندما يقترن الهواء الدافئ بالضغط العالي للمقصورة يزداد عدد حوادث الإغماء. لهذا يوفرون الهواء البارد لمساعدة من هم بحاجة إليه، ويوزعون البطانيات على الجميع أيضا لمن يبحثون على الدفء. مستدفئا بالبطانية تلاحظ أن الهواء الذي يدخل أنفك يجعلك تشعر بجفاف شفتيك وعينيك، لكن لا داعي للقلق، الهواء آمن تماما ونظيف جدا. يتم إعادة تدوير 40% من هواء الطائرة بمروره عبر نظام تنقية شامل لإزالة الأتربة والبكتيريا المحمولة جوا، بينما تأتي 60% الأخرى من الهواء الخارجي. تنخفض مستويات الرطوبة في الهواء بشكل كبير، ولهذا تشعر بالانزعاج وعدم الارتياح. حل الظلام الآن بالخارج، وبدأت الطائرة في الهبوط تدريجيا، وخفضت إضاءة الطائرة من الداخل. هذه الأضواء الخافتة ليست لراحة الطيار أو طاقم الطائرة أو حتى لمن هم في المطار، بل من أجلك أنت. إذا حدثت مشكلة أثناء الهبوط في الظلام سيتعين عليك بدء إجراءات إخلاء الطوارئ. عندئذ ستساعدك الأضواء الخافتة كي تعتاد عيناك على الظلام وتتمكن من السير نحو مخرج الطوارئ بسهولة. لكن لحسن حظك لن يكون ذلك ضروريا اليوم، فقد هبطت طائرتك بأمان.